كاين اليوم واحد الورش ديال تنزيل هاد اللغات ديال الإشارة. كاين واحد المبادرة على المستوى ديال المؤسسة في مكناس، واليوم حنا بصدد أيضا خلق واحد الإجازات هنا في الرباط وفي طنجة، لأن اليوم أيضا خصنا نقدموا هذه الخدمة لهذه الفئات اللي متضررة، والحمد لله كاين واحد إقبال كبير لاكتساب هذه المهارات، وسنة بعد سنة إن شاء الله غادي نوسع المستفيدين من هاد من السنة المنصرمة. قمنا بواحد العدد تدابير ديال التكييف الامتحانات على أربعة ديال المستويات. المستوى الأول هو أولا هو إضافة الزمن لو تيختون، ثانيا هو وضع طبيعة الامتحان، ثالثا هو تصحيح ديال الانجاز، ورابعا هو المصاحب. هاد الاجراءات كامله عطات الاكل ديالها، واليوم هاد السنه الحمد لله استطعنا باش نمروا حتى ل 84% ديال نسبه النجاح في البكالوريا، علما ان المعدل الوطني هو 65.55. ان شاء الله عاود سنه بعد سنه غادي هاد التكييف عامه جميع المستويات الإشهادية، السادسة ابتدائي، الثالثة تأهيلي. واليوم السؤال اللي مطرح هو على مستوى تكوين المراقبة المستمرة، وهذا أيضا من المقترحات اللي خرجنا فيها في إطار هذا البرنامج الوطني، هي وضع واحد تصور بالنسبة للتكييف على مستوى ديال المراقبة المستمرة. اليوم عطينا تعليمات واضحة باش في كل إحداث جديد خاص لابد الأخذ بالاعتبار الحاجية ديال هذه الفئة من التلاميذ، بما فيها الولوجيات، بما فيها المراحيض الى اخره. وكاين واحد الميزانيه جد مهمه اللي تم توزيعها على مستوى الاكاديميات لاعاده تاهيل المؤسسات، واليوم يمكن لي نقول لك بان اكثر من 80% ديال المؤسسات انخرطوا في هذه العمليه، واليوم الحمد لله عندنا واحد العدد ديال المؤسسات اللي فيها هذه الولوجيات وفيها هذه التجهيزات المحفزه لاستقبال هذه الفئة من التلاميذ. جد منبهر وجد سعيد باش يكون عندنا في المنظومة تلاميذ بهذا المستوى الحمد لله المتألق. كنهنيه وكنهني الأسر ديالو والأساتذة ديالو، وأيضا أهني كامل هذوك التلاميذ كاملين اللي حصلوا على نقاط جد مرتفعة، لأن الفرق بين الأول والثاني والثالث ما قليل، 19.40، 19.39، 19.38، هذوك كاملين الحمد لله وليداتنا ولاد المنظومة. واليوم هذا شرف كبير ومفخرة بالنسبة للمدرسة المغربية، لهذا خصنا ثقة أكثر وأكثر في المدرسة المغربية، التعبئة حول المدرسة المغربية حتى نرتقي بها لأكثر. اش غنقول لك بالنسبة للتجربة ديالنا حنايا اللي عندنا خلال هذا العمل اللي تنقوموا به، كاين بزاف ديال المشاكل، مشاكل كثيرة اللي تنعانيو منها حنا كجمعيات وكأمهات وآباء والأطفال ذوي الإعاقة. تنتمناو هذا البرنامج اللي جا يحل المشاكل كثيرة، لأن سميتو الجمعيات ديال المجتمع المدني خداو معركة ومعركة كبيرة باش قدرنا نوصلوا لهذا النهار هذايا، راه ما جاش بالساهل، خدينا معركة. وخصوصا أنا عضوة في مجموعة العمل ديال التربية الدامجة جهة الغرب، جهة الرباط سلا القنيطرة، وخدينا على عاتقنا أننا نواصلوا النضال ديالنا حتى نحقوا لهم يعيشوا في المجتمع كالأطفال العاديين. أولا من المشاكل هي المشكل كبير وعويص هو المشكل ديال المسار، لأن هاد الأطفال هادو كانوا تيدخلوا المؤسسة أولا تلقوا صعوبة مع المدراء ديال المؤسسة، وما تيتسجلوش مسار بحال العاديين الأطفال العاديين. الحمد لله دابا ولينا لقينا بعداك الطريق باش ولاو تيتسجلوا في مسار، ولينا ثاني اللي ما تيتسجلش ولينا دغيا تنديروا عمليه حقي مع السي المدني اللي تنشكروا من هذا المنبر، وليه الفضل الكبير اللي وصلنا لهذا النهار هذايا. هذا هو المشكل العويص بعداك تلقاو، المؤسسات ما تيبغيش تستقبلوا هاد الاولاد،
في الاقسام الاساتذه تيقول لك احنا ما مكونينش، ما يمكنش غنشدوا هذا الطفل هذا ما مكونينش. انا تنقول من حقهم، لان خص التكوين، التكوين ما كاينش لحد الان، راه ما كاينش التكوين. هما وعدوا بان غتكون التكوين في السنوات المقبله، تنتمناو نتمناو يكون التكوين. حتى البنيات، البنيات هذا راه مشكل، ان البنيات ديال المؤسسه ما متاحتش للاطفال هادو تستقبلهم. الجمعيات هما اللي تيدخلوا تيديروا الولوجيات، يصيبوا الاقسام، اما سميتو راه ما كاين والو. الحمد لله دابا ولاو تيديروا لهم امتحان مكيف، هذه نقطة إيجابية تنسجلوها. ولو سميتو أنا دابا عندي جوج ديال الأطفال اللي دازوا في الإعدادي، المهم النقاط ديالهم كانوا مزيانين. عندي ولد، جوج ولاد في البكالوريا، خديت معهم صراعات مع الأساتذة، لأن الأساتذة ما تيبغيوش يستقبلوهم، تيقولوا لك لا حنا الوقت ديالنا يلا عندنا باش نقريو سميتو، وهذاك تيلقاو معاه مشكل مع الطفل سميتو. وعندنا دابا في المؤسسه وصلنا 6 ديال الاطفال اللي تكيفوا لهم الامتحانات في السادس مدرسه جمال الدين الافغاني. قدرش نقول لك، قال لك العاديين، اما الاطفال سميتو زعماك ما عندناش شي معدل. عندنا واحد التلميذ في قنيطره دوز امتحان البكالوريا امين، جاب شي معدل مزيان، ولكن بالضبط ما نقدرش نقول لك. كلشي زوين، راه يستافدوا هاد الوليدات، حنا بغينا هاد الشيء يكون. وشحال هادي وحنا كنهضروا على هاد الشيء هذا، هو ربي حققنا الامنيه ديالنا الحمد لله. والله يبارك ويزيد في عمر سيدنا اللي واقف معنا، واقف مع هاد الوليدات، الله يخليه لينا ويخلي لينا وليداته ويخلي لنا مغربنا في الهنا والسعاده. كنا كنطالبوا بهاد الوليدات يندمجوا في المدرسه، ربي حقق لينا هذا وملكنا الله يعزه وينصره. هادشي اللي كنا كنطلبوا، كنطلبوا هاد الوليدات يندمجوا في الاقسام مع الوليدات اللي هما هذا، ويقراو حتى هما بحالهم بحال التلاميذ اللي بحال الوليدات اللي هما عندهم شنو نقول لكم، بحال الوليدات العاديين. حنايا دابا الحمد لله حققنا ربي هاد الامنيه. مشاكل قويه، كنمشيو للمدارس ما كيبغيوش يدخلوهم لنا، كيقول لك سيروا ديوهم، كنطرقوا اي باب حتى شي واحد ما كيحلها في وجبنا. مدارس عموميه، الخصوصيه اللي عنده الماده، اللي ما عندوش مسكين هاد الوليدات يضيعوا. كنا كدابا كيديروا 17 عام كيخرجوهم على برا، يعني ما عندهم حتى شي مستقبل، حتى شي حاجه. دابا الحمد لله عيقراو ويوصلوا الحمد لله. سميتي طه، انا تنقرا في جمال الدين افغاني وخفي القنيطره، وتنعامل لي زونديكاب بحال هما خوتي، حيت هما حتى هما واحد من العائله، حتى هما واحد من العالم ديالنا، وتنعاملهم بحال هما كانوا خوتي صغيورين، وهذوك اللي عزيزين عليا. نشيط حقوقي في مجال الاعاقه. لا شكل اليوم ان هذه المرحله اللي وصلنا لها جاءت بعد عقود من النضال من طبيعه الحال، لان كانت الرهانات الكثيره خصوصا مع الفاعل السياسي على انه يدمج ولا يجعل المنظومه التربويه ديالنا دامجه. اليوم احنا في محطه ما نقدرش نقولوا اننا وصلنا للنهايه، ولكن ربما تشكل منطلق، لان هذا برنامج، وبالنسبه لنا احنا كفاعلين مدنيين ماشي برنامج بل ورش وطني يستدعي تضافر الجهود جميع القطاعات، لان هناك قطاع مهم مثلا اليوم ما حضرش هو وزاره الصحه اللي كيخص تعمل بالتدخل المبكر لدى الاطفال باش تهيئهم للتمدرس. من طبيعه الحال بلدنا التزمت دوليا في اطار انخراطها في المنظومه الدولية لحقوق الإنسان بالالتزامات كثيرة، وهذا البرنامج إلى تنفذ حسب اللي كنطمحوا له إن شاء الله غادي يتنفذ، لأن احنا في المجتمع المدني كأشخاص معاقين أولا، وكأسر وأباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، من طبيعة الحال غنواكبوا تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، لأن مشكلتنا في بلادنا هو أنه ما يسطر وما يبرمج في المستوى الاعلى لا ياتي يعني بدرجه من الالتزام والاجراء والاعمال الحقيقي في ارض الواقع. الرهان ديالنا دابا حاليا هو مدى انعكاس هذا يعني النوايا وهذه التدابير 15 اللي تقات، كيفاش غتنعكس على ارض الواقع وتغير في المعيش ليومي للاشخاص في وضعيه اعاقه في بلادنا، سواء في الباديه ولا في المدن. المغرب شاسع، الرهان كبير،
ولكن ماشي كبير على المغربيات وعلى المغاربه. وحنا ان شاء الله مستعدين وكلنا طموحين يعني اننا نوفي الطفوله في وضعيه اعاقه بلادنا بحقها المتاصل والحق التمكيني، لان بدون تعليم لا يمكن الولوج الى الحقوق الاخرى. فان شاء الله الان وكما من قبل سنواصل وسنرصد مدى اعمال هذه البرامج وهذا البرنامج. بطبيعه الحال اللي قلت لك هو ورش يستدعي تضافر جهود كافه القطاعات وكافه المكونات المجتمع المدني والقوى الحيه في المجتمع، لان انتم نساء ورجال الاعلام بطبيعه الحال عندكم دور رئيسي في تصدي التمثلات السلبيه، لان العديد من العراقيل الاولى اللي كنصيبوها هي التمثلات والنظره النمطيه تجاه الاشخاص في وضعيه الاعاقه والاعتماد البديهي للعجز في مقاربه قضاياهم.